الإلكترونية والكهربائيات. طبعا عندك مثلا هذه اللمبة، هذه اللمبة بالصوت، بالصوت تطفى بالصوت. عندك أيضا هذه الخوذة مثلا، الخوذة هذه فكرتها أنه أول ما يميل السائق طلع صوت تنبه، حيث أنه عندك هذا حساس الغاز، حساس غاز إذا صار تسريب يعطي. طبعا نقدر نحول هذا من حساس دخان إلى حساس غاز، أو من حساس غاز إلى حساس دخان. هذا جازن دار الريوس أو حساس الحركة، نقدر نتحكم فيه 10 سنتي، نص متر، متر، على حسب. كل هذه من إنتاجات ماهر. ماهر بقص طلاب، هم اللي طلاب، طلاب مبادرة، مبادرة ماهر. مبادرة. كم تقريبا تجمعهم؟ كم تقريبا منتج هنا؟ هنا تقريبا طبعا الطلاب انتجوا الان تقريبا ما يقارب تقريبا حول 30 40 الف منتج في 100 مدرسه الحمد لله. في الرياض وفي جده، في 8 دار تعليم عندنا مطبقه في الرياض وجده والشرقيه والاحساء وتبوك والقصيم وعسير الجزائر، وان شاء الله السنه القادمه راح تطرح في 10 ادارات تعليميه جديده.